في إنجاز عالمي جديد، حصدت مملكة البحرين ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021، والتي تقام تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، التي شاركت فيها وزارة المواصلات والاتصالات بنظام النورس الإلكتروني لإصدار تصاريح الطائرات المشروع الفائز عن فئة البيئة الإلكترونية. وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد أكد فخره بهذا الإنجاز العالمي الذي يضيف إلى سجلات مملكة البحرين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويؤكد مكانتها الرائدة في هذا المجال. أشار إلى أن هذا الإنجاز العالمي يسلط الضوء على التميز الذي تسعى إليه الوزارة لتطوير سبل تقديم خدماتها، ومثنيا على جهود فريق البحرين أو فريق العمل البحريني ممثل في إدارة تقنية المعلومات وإدارة النقل الجوي بشؤون الطيران المدني، الذي طور هذا النظام بشكل كامل.